بمعهد الدار البيضاء طالب ماستر. اليوم كنجتمعوا في هذه الوقفه اللي كانت عاجله واللي جسدناها تنزيلا للبيان الوطني رقم 9 اللي دعا ليه تنسيق النقابي الوطني، وشجبا للتدخل العنيف اللي تعرضوا ليه رجال ونساء الصحه، واللي الكرامه ديالنا حسينا بها امس تقاست في المسيره اللي دعا لها تنسيق النقابي. الحقيقه كانت مسيره سلميه، ولكن كنتفاجئوا بتدخل قمعي عنيف غير مسبوق، وبالتالي اليوم كانت وقفه عاجله هنا بالمعهد تنديدا بداك التدخل كيف قلت الهمجي، وتضامنا مع الاساتذه والطلبه ديال الماستر اللي تلقى عليهم القبض البارحه واللي من بعد تلقى السراح ديالهم. بالتالي هذه فقط كانت بدايه لشراره سيطلقها رجال ونساء الصحه اترافير كاع لي زيتابليسمون ديال لا سونتي اي كومبري لي زيسبيس. دونك مباشره من بعد هذه الوقفه العاجله اللي جسدوها الاساتذه طلبه الماستر وطلبه ليسونس، غتكون واحد اللقاء ديال التنسيق النقابي داخل المعهد من اجل برمجه وقفات مسترسله كل اسبوع تنديدا بهذا التدخل العنيف، وكذلك للمطالبه بتنزيل ما تم الاتفاق عليه بين النقابات ووزير الصحه. واليوم المسؤول الاول كنظن هو سيد رئيس الحكومه على هذا الاحتقان اللي كنعيشوه اليوم. كنظن ما عندنا ما تعلق، ما عندنا المشكل مع وزير الصحه، هذوك طلبه الطب هما اللي عندهم اشكاليه مع وزير الصحه. للاسف الى حدود الساعه لم يتم هناك اي لقاء مباشر ما بين السيد وزير الصحه وممثلي النقابات الوطنيه، وبالتالي هذا في حد ذاته اشاره على انه ربما ما تيعطيوش اهميه لهذا القطاع ديال الصحه، هذا القطاع ديال الصحه اللي صاحب الجلاله اللي كيرعاه بطريقه مباشره، ولكن كنلاحظوا بلي ما كاينش واحد الاراده سياسيه في هذا الباب، وبالتالي الاحتجاج ديالنا تيجي في هذا الباب، يعني تجسيدا الاراده ديال الاطر الصحه انهم ينهضوا كذلك بهذه المنظومه الصحيه، وتنزيلا الاراده ديال صاحب الجلاله. كنلاحظوا بلي المسؤولين ما تعطوش اهميه لهذه الامور، وكتبقى شعارات للاسف، ولكن تطبيق جوسكا ميتنون اون لا با انكور في. نعرف بالاسم ديالي وسام المشطاني الادريسي، استاذه محاضره بالمعهد العالي للمهن التمريضيه وتقنيه الصحه. حنا اليوم تجمعنا في هذه الوقفه الاستعجاليه ردا على العنف اللي تعرضوا ليه الاخوان ديالنا في مسيره السلميه اللي كانت مقرر ليها دابا اكثر من 3 اسابيع في مدينه الرباط. خلال هذه المسيره تعتقلوا بزاف الاخوان ديالنا، ودابا تم طلق عندهم لحد الان عندهم سراح مشروط، توجهت لهم بزاف ديال التهم، الوغ كو حنا المسيره ديالنا كانت مسيره سلميه المطالبه بزاف المطالب اللي مشروعه للشغلية الصحيه بجميع الفئات ديالها. وهذه المطالب اللي كنطالبوا خرجنا للشارع كنطالبوا بها سي كو جات تباعا مجموعه من الاجتماعات اللي دارت مع ممثلين من الحكومه من وزاره الصحه من الماليه على مجموعه من المطالب اللي تم الاتفاق عليها مبدئيا، وتم توقيع مجموعه من المحاضر يعني طول سنه 2023 بزاف المحاضر توقعات، ولكن تنتفاجئوا بان هذوك المحاضر تيقول لك ما عندهم حتى شي قيمه قانونيه، وهذوك المطالب ما غاديش يتطبقوا. حنا كشغيله صحيه كنشتغلوا في ظروف اللي غير مناسبه كل من الجهه ديالو، خرجنا كنطالبوا بالمطالب ديالنا، درنا داك الشيء سلمي، وقفه في الرباط مصرح بها من طرف السلطات القانونيه، ولكن ملي مشينا لعين المكان اول حاجه قوبلنا بالقوات ديال الامنيه انها كتفض المسيره. بزاف الاخوان ديالنا تعرضوا للضرب، تعرضوا للجرح، تعرضوا لاعتقالات اللي غير مفسره، ولحد الان حنا اليوم مجموعين باش نساندوا الاخوان ديالنا، وبغينا ان القضيه ديالنا تنصر ومطالب ديالنا مشروعه 100%. هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.